العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وافتتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ريال دمان ولا لها نقضى سعودة دافها عالم كبرنامج كيني برو صحابي او وقتي دارو كلا أدكدا ونسين تيفي عالمي غاية كالسن تيفي برنامج كان آراب وحن كغا هذا الله تاريخ اللوت كي صحابة الكرام رضوان الله عليهم وحين كسب باللوني صحابي الجليل كاها ugu muqawayna markii loo wabacdhigo umada dhan ee Nabiga Cali (saw) Abu Bakar Siddiq weyna soo dhameeyay khulafaa raashidiin kadib 10 bishri mil janna illa inuu marayna ma artay saxaabiga jaliilka Hakim ibn Hazam an ilaahi ba subhanahu wa ta'ala an ku mahadsan an inuu martana waafajiyay inaynu ka hadalno taariikhadoodkii saxaabatu kiram radhiyallahu anhum ilaahi inuu sahlebaana hadii jeer ku mahadanayna an waxaynu ka hadalnay qaybtii hore ama ma aragtay taariikhdiisii hore saxaabiga jaliilka ah Hakim ibn Hazam. Intaana saxaabiga u guda gelin, waxaan rabaa arin yar oo araba daqiiqad ama laba daqiiqo annagu waqti badan aanan ku bixin doonin, intuu Ilaahay naga waafajiyo inuu ka dhihi doono. Haweeney Soomaaliyeed oo TV-ga ku xirnayd ama TV-ga daawanaysay ayaa su'aal ma aragtay kooban na wajisay marka aynu ka hadlaynay taariikhnoodkii saxaabiga jaliilka Hakim ibn Hazam. وينو كشكن النبي عليه الصلاة والسلام يأسر صاحبتي نما دير قبل البعثة انت بالنبي الله صلى الله عليه وسلم مركو حكرة لان ستي ما دام وننك اسلام مدى كداهي فتح مكة اسلامي نبي الله اللجع لان اسلامك مركو هرراعو تد بضلنا اي ليا برايا ننك كان وحي اسلامك كداهي با ان انت قفك اسوحي ونويدي نبي عليه الصلاة والسلام ابيه اما واردك حقابي كسوينهن بصراحة وان كهذا اللي مركب الجواب توان بحني تذكر أن صوعي حقيقة بحقيقة مركز سؤال شو حد مودا إلى هالسؤال آدي أد مارت إن وقرار مكرر طلع هذا حتى واحد بدأ مني هالك إن شاء الله تعالى سؤالها قاركوت وأنا معنا كفرين وهذا هذا أد مارت مقشين أنا علم كوز زائد أما عبادة مارت حكوك كورن يسيس نجرين أما أي بوح فائدة كوجود لسنين إن تتكلم ودي أما أد حكر هذا سيد ولا قف لكن ما عليش وحاول قف كسر نودي أي إن مارت يوجد جوابني وحرر مركز دقيقة أن أنا كقف إنجينير كلا ويلا سعد إن شاء الله تعالى إن إنجينير عداول عن ربنا وحوله سيفا يلا صعدوا عارف ولا ليال وقت وانا قلنا هاي تي في بان فلنا دات فرا بلون بان داون ايو دات فرا بلون بان مارتي كور قبو محان رادا وحا خير او ماشا كبا حيو اما علمي لغود او يشان اما اقون هاولا هادان وحوال بوان الشيء انو وحان جعل الله انان مارتو وحي اي عدادان او ان اسكهل لين لانو مركا اسكهل شد يا مركا دوح سند اما ادراد هيستيد ويكال الدوانته وانا اكسونا هاي داتكو قارن عين علمكاس اي جاهل كاهي لك والو ودي علمك انت كتقان انها تقول بسافعا ولا شيء سؤال شيء نود سحرنا حوا عير ان دقيقة ان اما لو ان دقيقة دول استاقوا بالبلاريو تد بلن بعد دي بيجي ينحوا الشيخنا سي واسع الساهد بيدهن وحين نود سي نبي عليه الصلاة والسلام والد كي ميشو كسونا هرت السؤال شا سؤال لمده باو حال ودي عالم كي وينا ما رت ولي بدي لنا عن السعودية معترف كاها عالم كان دلقوا لي قانو علامة شيخ محمد صالح عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة oo fataawada iyo masaa'isha diiniga ah loo celiyo isla su'aashaas loo weydiiyay balse u dhacday waxaan codsan lahaa injineerka waana turjumi doonaa inuu inoo saaro daqiiqada koobaad sallam huwa linnar wa nas yaquluna la bal huwa liljanna li'annahu أبو نبي أفيدون جزاكم الله خيرا وهل علي إثم في هذا السؤال وإذا كان علي إثم فهل له كفارة أفيدون جزاكم الله خير ودمتم إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر وهو في النار كما ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أين أبي قال أبوك في النار فلما انصرف دعاه النبي عليه الصلاة والسلام نعم وحكرا لقلينا داود ياشا بنا عفر سمضة الذي روغت مد مقال كيوصفة عنه داود عقار يكون حجري
لكن دبان ما أرتي أن كسو صارد والناس إذا ونوش إنجنير كنا إلهي نبارك إنجنير عداوة أن شيخ محمد صالح عثيمين حفظه الله ورعاه وحاله ودي سؤال شاس أول ليه هاي ولبا سائل كسؤال شو وديني سحق ماذا ودي حول ليه هاي أن مدن بقى يجسوا جاري سؤال شان هدول دم بيجسوا جاري سمح كفارة جد أن ما رتلاقي معنا يعني لأنه حول درمي إن تسؤال أنا كوه بونين مشا أن لو وديني وحين سؤال شو أيد ولبا دبا تسيب على ود دقيسن دون تاني إن لي رشيخة والد النبي عليه الصلاة والسلام حجابه كسوغنية سي واضحة كوضوح الشمس في كبد السماء أو أنا قرصونين السوق راح ضبوا عدها أيو شيخ واضحي الصلاة سود دلسي حديث كأنه دلسني حدا عن نكون دول آخرين دون إن شاء الله تبارك وتعالى وإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة مر وأنس المالك صورنا أيو مرنا حديث كصورنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحرر مرك النبي عليه الصلاة والسلام أنا سحولي هي أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي أنا سحولي النبي عليه الصلاة والسلام وحيري نمبا النبي قوي مذ حكيري يا رسول الله نبي إلهي أين أبي أبه حجابك سجية نبي أن محمد صلى الله عليه وسلم عليه أنا هود سكهل وحوكج وبقال وحير في النار أبها ويلك أما قفك ودي النبي يا حكيري أبها وحوك سجية في النار نارته ومعنى ذلك مركز إن الدين تي النبي عليه الصلاة والسلام حنيف كه إدمارتي إلهنا وهذا أكسونين إن يصير رسول مركز عليك سجارة لكن النبي كهري أسو جارتي أي سنجين لكن رسول شو مركز بات له حسية هاد دين تي النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام مركز سائل الآن لذكر حكجر سؤال شكي أو رمحو حجاب وارد كوسوين ما دام إسن رسول سو جارن أي أسلها نبي أن محمد عليه الصلاة والسلام حاله فلما غفى مركز نيك لقاقي قدرت كيسو قريء انصرف أمارة اللي بدي أي نبي وياري ونبي حالي نبي حكار كي ملامح وجه وجهي سنين كاسين اسبدلي نبي سو شافيو وحكير فقال نبي حلي عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار إن أبي وأباك في النار أبه يا أبهابا لبضبا نارتي كجران سبحان الله العظيم يا له حبيب الرحمن دد كمرك الله الله وكلا قاضية دد حجي سوغارتي ودين النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام باقيات كهري دد سوغارتي او الهي وافجيه او كدقمي اذا جاهلين كها ددك حالي جاهل كها انا كورقمين سيده ما ارتي ابن باز ولي رحمه الله تعالى وحوليه هي مالته قيمه رب سبحانه وتعالى كلا سوي دونا او حجه لو اوغي دوغا لو اوغي دونا ان شاء الله تبارك وتعالى اسلا امام النبوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه وحوليه هي إن من مات على الكفر فهو في النار قف كما كاس قال لماذا إمارة كل انتهي وهانا يا النار أنفع ميسو قرابو يمقر إمارة سكي نبي قان قرابو نهي نبي قال إلا لي نبي إمارة وحاصل لن أنفع مايان ولو حلية هاي كوي كسونا على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار ذاتك كسونا عبادة الأوثان أسنامت العبودي وحي كم النقنا ينبولي هاي إن ذاتك مارة نارتا أي كم يقول عياذ بالله وحوله فإن هؤلاء كواس ويسوغار دينتي ولب دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء أي سوغار سأيولا إمام كوين مارت أو النبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنا أصيب البلارنا يا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إسر إمام مسلم أي صورنا يو سقال بقول تضبطا إليح رقم كاس بمارت كسو مارت قورنا يا وحوله النبي عليه الصلاة والسلام بها الله يحيري استأذنت ربي ربي قيبا وحان كد البضان سؤال هانو ديستي أن يستمرتي إنه إلهي أمرت إن الدم بداف ويدي هويدي فلم يأذن لي نبينا يما إذن بليه هذا روح عن كذا البضي النبي عليه الصلاة والسلام يا حول إله عن كذا البضي أن أزور قبرها فأذن لي إن قبره هويدي صوب وغلا النبي إلهي كذا البضي يقول ليه إلهي تبارك وتعالى ويدمي مركا سوكو ده سوكوبه سؤالها سوكوبه واحد معنا كوفر ليان هدو النبي أبيه النار كجري هدو جنة كجري فاتما فاتوا يا ما عفى الله عما سلف سؤال وحافي عن قفكم مركز وكلا وعلى قفا إذن ليسوديه لكن علم جاء يصير حديثة كقرآن أي أنكم بدامني بعض العلماء حقا وحاجر كجوز ديده وكم يا ولي بدي أنا الشيخ مارتي إمام كقبة وحلي حقا ما دام وما كنا معذبين أسوأ سود لسلا كي من بعض وما كنا معذبين وحوس ودنا ودلس ولي هاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام سو قرآن كالجوز جن ها ده النبي جبا يرو ليه أك النبي جبا وحلي هاي أبهي خف أبي ناركم طورين نبي حبا يري أبي نار بكو جرا مركا الدلالة وحيطة على العلم عند العلم إلي حق يسي ونبي كو يهب إلي أبي حجادة قارت نبي قنا مركو الدلبالي إن هو يدي أمار دمي داف أودي ولا قديدي
taas maxay ku tusaysaa inay gaalaba ku dhibatay marka waxaas oo dhan waa waxay diinta ka tiri walcilmu cind allah wallahu aclam bisawaab intaasaan kaga gaabsanaynaa kilibkaana gadaal baa maaragtay markuu inoo hagaago oon ka codsan doonaa biidnillahi tabaaraka watacala injineerkeena injineer cadaawo inuu noo maaragtay balbalaariyo waana ka cudur daaranaya maalinka waa sheegay laakiin saacadda u bayaaniyey umaanan bayaanaynin dad walaala iga codsa waxay dhaheen sheekhow dad baan xoogaa weli ku wareersana ka qanci arrintaas taasaanan jeclaystay inaan ka qanciyo waxa halkaasoo kale adana ku cadeynaya barnaamijka waxa layaha baro saxaabi sidaad shaashada ka aragtaan waxaynu kaga hadalnaa taariikh nolodka saxaabadii marka laa nuriid an natarraq inaan galna doonimayno shu-uun kale iyo masaa'il kale mas'alo walba meesheeda ku haboon tahay waxaan codsana dadkana soo wacayo inay wax naga weydiiyaan mawduuca markaa taagan iyo saxaabigaan ka hadlayno aysan maaratay wax kale aysanna weydiin waa naga codsi si aanan oga bixin mawduuceenna aan usoo laabta marka barnaamijkeenii baro saxaabi iyo saxaabigii aynu maaragtay ku guda jirnay walaalayaal waxaad ka warqabteen saxaabiga la xakiim ibnu xazaam oo aan soo bidhaamiyey inuu ahaa saxaabi jaliil ah oo asxaabta weliba aada iyo aada nebiga calayhi salaatu wasalaam uu karaameyn jiray marka islaameen ninka kan ama saxaabiga kan nebiga qaraabuu la ahaa qaraabo dhow buu la ahaa oo qabla albicsa intaanba nebiga lasoo dirin calayhi salaatu wasalaam wuxuu qabay eedadii nin caqli badanna wuu ahaa oo aada aragtiisa oo aada u dheer tahay islaamnimada ka horna wuxuuba ahaa qof nebiga saaxiib sokeeya la ah oo sadiiqan xamiiman ayaa niri jecelna nebiga inu inta badan la fadhiisto bal gaalnimo ayuu ku sugnaa markaa duulaamadii nebiga lagu soo qaadayay ee laga bilaabay dagaalkii bader iyo uxud iyo wahalu majara dagaaladaasoo dhanna wuu ka qayb qaatay oo nebiga cadowgiisii ayuu maaragtay garabkooda ahaa intaa waxaa usii dheerayd oo lagu ammaanaa qofka libintuu leeyahay looma diidee in nebiga calayhi salaatu wasalaam markii go-doonka lagu sameeyey inuu dadka u naxariistay ee maaragtay nebiga u dhimrinayay uu ka mid ahaa oday caan ah oo quraysh ka mid u ahaa bal waxaa la sheegaa inuu u maaragtay xilsaarnaa in dadka yimaado xajka dadka xajka soo gaaro inuu tabantaabiyo oo weli markii lacagta iyo maaratay ka goodo iyo waxaan ka wadaa waxay ku imaanaya inay ka goodo inay quraysh u calmatay ama u caleema saaratay inuu ahaado dadka maaragtay jabka wax siiyo oo soo dhaweeyo ama marti sooro martida ilaahay tabaaraka watacaala walow markaas ay dadka u imaanayan liyatabaraku asnaam alkacba inay soo barakaysanaan asnaamta kacbada asaga wuxuu ahaa marka dad nin soo dhaweeyo oo magacaas iyo xurmada uu kacbada ilahay tabaaraka watacala leedahay ayuu kusoo dhaweynay waxaynu sheegnay nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam inuu maaragtay afar raga nabigeena waxaynu sheegnay in afar raga uusan raalli kaga ahayn inay baaqi kusii ahaadaan gaalnimada oo ay kala yihiin kow cataab ibnu usayd iyo wajubayr ibn mutcim iyo waxakiim ibnu xazaam iyo wasuhayl ibnu camr afartaa nin aan xoogaa bidhaamiyo ninka la yidhahda cataab ibnu usayd wuxuu ahaa nin qaraabo la ah cuhmaan ibnu cafaan saxaabigiidu nuurayn ilmo adeer bay ahaayeen nebiga maaratay waxaa layahay marka cataab ibnu usayd ibnu caas baa layihahdaa halkaas waxay qaraabo ka ahayeen cuhmaan ibnu cafaan waxaa kaloo jira nin yihahdo jubayr ibnu mutcim waa ninkii ka dambeeyey dilkii ama shirqoolkii lagu dilay saxaabigii weynaa sayidu shuhadaa xamza ibn cabdimutalib ninkii sharqoolkiisa ka dambeeyey ee waxshiigii soo fangareeyey ee qorshihiisii ee ku dirayay iyo maaragtay nidaamkaasoo dhan taakuleynayay asagoo u aargudaya adeerkii la dhihi jiro ducayma oo markaa la dilay marka si ugu aargooyo oo dagaalkii bader lagu dilay ninkaas buu ahaa suhayl ibnu camr ninka la yidhaahdo asagana wuxuu ahaa nin waxaan codsan insha allahu taala codkiina na soo gaarayo waxaan codsanna insha allahu taala injineere haddayna maqlayaan injineerka iyo maaragtay walaal kale raalli ahaada insha allahu tacaala nacam ninka la yidhahda suhayl ibnu camr wuxuu ahaa nin afhayeen ah oo weliba dadka maaragtay ilaahay tabaaraka watacaala ugu baaqay ilahay tabaaraka watacala ugu deeqay afdahanimo oo golaha laga hadlo iyo meelahaas oo dhan nin warka furu ahaa dagaalkii bader baa la qabtay hal la qabtay maxaa dhacday in uu dagaalkii uu yihi cumar khataab nabi alla uidhiib ilkaha maaratay horaan ka siibaya ama ilkaha daba labada waa la yidhahdaa aan kasii asoo afdullaaqan meeshaa ka dhaqaaqee nebigu wuxuu yidhi anaku dadkama bahdilno kalexuu yihi wuxuuna ahaa ninkii u matalayay gaalada sulxudaybiya ee nebiga ku yidhi kuma aqoonsanin rasuulullah inaad tahay rasuulka ilaahay tirtir ninkaasuu ahaa ninka kale waa xakiim ibnu xazaab oo hadda aynu ka hadlayno wa min fadli illahi tabaaraka watacaala annahum aslamuu jamiican fadli ilahi tabaaraka watacaala afartii ninba way islaameen
إن وحين دخل الرسول صلوات الله وسلامه عليه مكة فاتحا نبي عليه الصلاة والسلام مر على مركو يمد مجالدي مكة المكرمة الجوش اللي بنتو الرعد مجالده وفرتين نبي وحكور دقاقي أرهن أنا ضدك يسنفل ما كانوا يتوقعون ما يسنفلين نبي وحاء ولب آدي آدو كرامي أبا إلا أن يكرم أن يكرم حكيم بن حزام فأمر مناديه أن ينادي نبي عليه الصلاة والسلام صحابي أنه قال إنه إنه مقام كيسي كرامه قارسي أيو النبي عليه الصلاة والسلام دبعي شنقض بو النبي عليه الصلاة والسلام مركبة صو ساري أيو آد يآد أدو قيسن قضو بضان قروح بضان النبي قصوه مقاعدة لغا ساري صدق بالآيد صدح يتوانسون مقاعدة لغا سدولي دباتدو كيستي صحابة لغو لايي دباتد فرب بضان أي كذا ما عرفت كذا أدنيد حقه ذا كذا إيمانه يصير هذا النبي مركو قبصري وحقوق بدل وراك كموسن أرجوسرين دتك كوسو دولي دتك نبي دتك حتى أودي إنا سو عمريستان إنا سو حجيان نبي قارن توكل دقاقي إنه دقاه قرار عيالين نبي عليه الصلاة والسلام وحقوير نكي ورباهين توقع بالسناء إن فأمر مناديه متك سلواقي وسيس كبيحين وحقوير أي ينادي إنه كل دقاق قرارنا شنته كو ما شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فهو آمن قربك وحيد النبي عليه الصلاة والسلام قفك توحيدك قاتا إلى أن ما قراء يا شرك لا إيمان نبي محمد الرسول كيسي قراء فهو آمن هو تكون قفك سوى آمن ولا بتبعدني وقربك بعد قربك لبعد قرب النبي حق سكسو بحيد ومن جلس قفك فريستا عند الكعبة كعبة أكتئد قفك فريستا فوضع سلاحه فهو آمن ايه ما عرفتي هبكي سكدقا هبكي سردقا نبي عليه الصلاة والسلام حيري فهو آمن قفك سوى آمن الله أكبر قربك صدحاد حوها ومن أغلق عليه بابه فهو آمن قفك قرقس اسكو صحراء وبقيه وعصبه عبصبه قرقس اسكو صحراء نبي محمد عليه الصلاة والسلام حيري فهو آمن قفك سنوى آمن بويري قربك أفراد وحا النبي اللي يسوق يقول قضى بديس كم الحين ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن قفكي جرى جري أبي سفيان أما دارتيسي وأيس أبي سفيان حوى عضي أدلقي ما يسيد ما ارتجع ملاح كم ده مركان وقال بلق مركان أبي سفيان وقال أسوى قال أي النبي حلي هذا أبي سفيان عضي ما جرى كم ده قفكي جري سجلا فهو آمن ونجع من هليه وحكر النبي عليه الصلاة والسلام ومن دخل دار حكيم من حزام نك اللي هذا نك جرانا هو آمن وحكيمها ننكي أقابل سنة قريش إنو ما نتبن تابيو ذاتك مرتدة صوب وقلس كعبضة إكوال إيمانة من أماكن شتى ومن كل فج عميق ملف ربضا قاربها هذان شن تأخذ بذلك صوب أحد حكيم ابن حزام أولى ليال مركو انت مغلي هرتو حالي إلى هذا أبي سفيان أبو فرح وقال هو وحيكون نقطي وحيو لقواي ولب أبو فرح حالي إسلام مركو إسلام نمضي إنو مركو أسود دقدقي بعلى الشيغي الحكيم ابن حزام هو إسلامي إسلام نبدي سنة وحين نقطي وحالي أسلم حكيم ابن حزام إسلاما ملك عليه لبة إسلام كل يلاب إرقى دهان قلبي يكسو قاي إسلام أنا حبنا أودي النين أي أسليبي أو استسلام نبو ليمت ومن إيمانه إيمانك وآمن إيمانا إلهي وحور رمي إيمان خالط دمه ومازج قلبه إسلام ليقيسي iyo maaratay isdhex galay iyo maaratay maskaxdiisa isdhex galay calaashana qalbiga islaam gudaha ka soo gaay eelan ahayn islaam bil lisaan arabka ahayn ayuu islaam oo isdhiibay aan waliba wacad wuxuu ku maray wa aala ala nafsihi naftiisina wuxuu balan kaga qaaday ama uu ku waajibiyay an yukaffir an kulli mawqifin waqafahu fil jahiliyah inuu kafaara gud kale yimaado wixii ka dhacay geefkii ka dhacay markuu gaalka ahaa أو نفقة أنفقها في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عداوة النبي عليه الصلاة والسلام أنتو أغهي وح وكبحي أما مفنقرين أما مال كبحي إنو ونا كب الدليو أيو بلان قادم هل كان مركب حالة الماما النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأسود ويرقى صوتنا وحونا تصي وناك عداوة أيك قبين وحو كب الدلي وناك إله وصلها ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قفك حمان كوغي سادا ولا أبدش ولاقي مركا تستيد وكارك وناك فربضا وحالغي أبا قفك أس إنو إسبدله وحالغي أبا قفك أس إنو كل هذا موقف كي مركا أتغنى إنو كسو تنازله ويسودي وسيدي رقع بأيكو نغاقين
نينك اللي يراهدو حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه وارضاه مر على مركو اسلام وحين سو شيغنا مركو اسلامين انو فرت احد قرين جيري اي ولي بالها او يجري وكخما اسلامنمدو كدب دعي لما نفلين اسغ رغ مثل كيسا ان اسلامنمدا باقي كدب دعان مخايل دد وخي اهاين خير بدن اي عقل بدن اي مسخ بدن اي وح فر بدن لغو توبي سيك سباتي حالت إيو محمد هذا إيو معرتي يعقل بنان إسلام كله مهله إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء إلى عدو دون أسرار نونيو عدو دون أسرار أمي والهداية بيد الله تبارك وتعالى هداية نجعنت إله بكجرته وأنا فعال لما يريد سود دون سبيوي رب سبحانه وتعالى من ذلك نك ما دام وعدكم ري إن أمرت وحي هرأو كجذ دور وناك وقد بر بقسمه وقد مر بقسمه دارتيسي يو بلنتي وقالي وفليي ومن ذلك أنه آلت إليه دار الندوة إن وعدك وقالي يبلنتي وقالي إنو كدبي وحدلك وهو كلية هاي وحاق عانت أصوك شيء دارتي اللي دير دار الندوة وأهيد قوليه أما قوليه بارلمانك ماشي لغسو أبا بريحة دلك النبي عليه الصلاة والسلام كلا دل النبي ماشي مدح تويدي أما قوليه وقاليك بارلمانك شرع رنة كسب بحيس بل قولها وحوها وهي دار عريقة ذات التاريخ أيوري وقولها أما ميل مقع الشرف يا ماموس يا منسب وين كلها له تاريخ ذا عربات لغانا يقاني قراشني آدي أدمارتي وقوش رجرتوها ففيها كانت تعقد قريش مؤتمراتها في الجاهلية هل كاسين كوقب سنجرين قريش وحي كوقب سنجرين شرركو دي بل شركي نبي عليه الصلاة والسلام إلا دلو لغو إمارة جحجاحي أما لغو قرشيني أو كسو قيب قلي الشيطان إبليس ما كسو قيب قلي ومركي ليري من أين هذا الشيخ وضيغان قرك عادنا نحفري من أين ويري من النجدي وضيغان نجدي بن كريمي إبليس ما شفري أولي وحال الرأي والبوي ديبان وحولها محبانا كمجران مركو دما نبا سوجي دي إن نوال باب أمارتي ننك قبيل سوصار وديك سالمر لو هذا قيب سدو أولي الدلو نبي عليه الصلاة والسلام مركز سوي الله إلهي ثلاثة نبتان نكاس عشاق إبليس مركز ما يشوف الإستي وحيه دار الندوة مركز دارتي وينيت باقع عانت أصوغ الشي نكاني نحوها هنتله أصيك أصوغي دارتي باقع عانت أصوغش قارن حيث هرمية أسألهم بأيك لها وهلو وحو البوها اللي يرهدي وفيها اجتمع ساداتهم وكبراؤهم ليأتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها اجتمع ساداتهم وكبراؤهم هل كاسينا كل مجرين مدحدو دي إيو مارتي عقلدو دي إيو كوة عقلك وصاحبك مركا عيكي كتل ماما يهن إيو أضياشر ماشي كل مجرين بيهيد وحينا هيد ماشي لغو مارتي دبا مرياني أما لغو سهر جدي دين إلهي تبارك وتعالى ماشي نبي إن لغو دلو إيو قرشبه ضنبا إسلام كان لغو سهر دولو جدي أي أهيد فأراد نك اللي يراد حكيم ابن حزام aya markuu islaanimada qaato waxaana soo sheegay inuu go'aan ku gaaray inuu wanaag ku bedeli doono mar alaala markii gacantii soo gashay daarunadu ah wuxuu go'aansaday an yatakhallasa minha inuu ba ka tirtiro oo diiwaanka xun ee meeshaas u gashay daarunadu ah inuu ka saaro wanaag ugu bedelo talaabooyinku qaada waatana wa kaannahu kana yuridu an yusdila sitaran min an-nisyan ala dhalika al-madi al-baghid wuxuuna go'aansada la yiri inuu dah inu dah ku dado ee uu qariyo wixii xumaa ee meesha ka soo bixi jiray inu dah saaro daboolo marka sidoo kale uu dah ku saari karo waxay noqotay inu iibiyo meesha suuq uu geeyo xiri meesha daarnadu ahayd oo maanta gacanteeda ku jirto waan iib for sale way hala iibsado magaaladii marka dadkii dhan baa ku soo xoobay waa la gatay fa baa'aha bi 100,000 boqol kun bu maarto oo dirham buu ku iibiyay fa qaala lahu qa'il min fityani quraish nin dhalinyaro ah oo ragii firfircoonaa quraash kamid ah wuxuu ku yiri laqad bicta waxaad iibisuu yiri ee sharaftii quraash yaa am adeer mansabkii iyo meeshii aan magac ku lahayn ayaad maanta naga iibisuu yiri fa qaal lahu xakiim ibnu xizaam baa hadlo wuxuu ku yiri hay haata yaa bunay wiilkayga saad moodabo hadalka waa habeenka xaalada oo tagaa hadalka u wad maaha ama maaho ma ahe wiilkayga yow dhahabatil makarimu kullaha sharaftii haddaba taasi sharaf ahayd sharaf way tagtuu yiri
oo sharaf oo dhan waxay isku soo aruurtay walam yabqa illa taqwa sharaf iyo iz iyo karaamo waxay isku raacaysa taqwada ilaahi tabaaraka wa ta'aala wa inni ma bi'tuha illa li aniguna wax kale umaanan iibinin illa san ugu iibiyo bithamaniha hantideeda baytan fil janna san uga iibsaday guri gurihi jannada jannada ilaahi tabaaraka wa ta'aala kamid aha saa awadeed ayaa igu qasabtay inaan iibiyo magaceedana uu noqdo nasyan mansiya mal ilo min la ilaawi xaqiiqatan ficlan waa uu sameeyey weliba hadalkan buu yidhi wa innii ushhidukum annanii jacaltu thamanaha fii sabiili illaahi caza wajal aniguna waxaan maanta idin markaati gashadayaa buu yidhi inaan hantida iga soo gasho aan ku bixiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala wadadiisa iyo diinta ilaahay difaaciddeeda iyo tabantaabin iyo isgarab istaagidda diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala inaan ku bixiyo ayaan idin qeexaya maantao markaati idinka gashanayaa buu yidhi wa xaja xakiim ibnu xizaan baa marka soo xajiyey wuu soo xajiyey bacda islaamihi markuu islaamay fasaaqa amaamahu mi'ata naaqatin mujallalatin bilathwaabi alzaahiyati thuma naxaraha jamiican taqaruban ila allahi tabaaraka wa tacaala allahu akbar marka meesha waa loo soo xaj tegi jiray lakiin maxkamada waa soo booqan jiray kacbada laakiin asnaam baa lasoo booqan jiray laakiin markuu islaamka qaatay ee uu diinta timid ee nebigana uu furtay xajkii dhabta ahaa buu la yimid xajkii koowaad ee ugu horreeyey tala wuxuu sameeyey diiwaanka gashay muxuu sameeyey boqol halaad oo geela oo weliba raran mujallalatan oo dharka buuxda dhar lagu soo cufeeyey oo la liicliicayso dhar qurux badan weliba azaahiyati dhar qurux badan oo kusoo cufeeyey oo raran ayuu horta kusoo xiray kacbadii uma naxaraha markii uu dharkii iyo wixii saarnaa uu kala qeyqeybiyey ayuu haddana gowrac ugu diray boqolkii neef ayuu qalay dhammaantood taqaruban ila allahi weliba asagoo ilahay ugu dhawaanayo dadkii masaakiinta ahaa musaafirkii dhammaantood mi hala cuno oo halaga dhargo ilah baana ugu dhawaanayaa buu yidhi wa fii xajkiisii labaad buu haddana soo laabtay waqafa fii carafaat meeshii bankii fagaarihii carafuu istaagay talow muxuu sameeyey wa macahu mi'atu waxaana la socotay cabiidi boqol nin oo raggii isaga maaratay ninkaa nin wuxuu ahaa magac leh boqol nin oo raggii maaragtay u addoonsanaa iyo jaahiliyada addoonnimada jirtay ayuu wuxuu ku sameeyey waqad jacala fii kulli cunuqin kulli waaxidin minhum tawqan min alfida naqasha calayhi cutaqaa'un lillaahi caza wajal can xakiim ibnu xazaam xajkiisii labaad intuu carafo istaagay ayuu boqol nin oo raggii markaa isaga addoommada u ahaa ee jaahiliyada ay ku meesha ay dhigtay ayuu wuxuu sameeyey nin walba wuxuu yahay loo xiro koor koortaasoo laga sameeyey min alfida fida ka ahaatay ama qalin naqasha calayhi lagu qorshay ama lagu naqshaday ama lagu qoray waxaa lagu qoray cutaqaa'u lillaah kuwii loo xoreeyey ilaahay dartii caza wajal oo uu xoreeyey xakiim ibnu xazaam boqol nin oo qoortooda koor laga raarciyey ku qoray ilaahay dartii baa idin xoreeyey waa dareemi kartaa jaahiliyadii iyo qurunkii inuu ku bedelay wanaag ilaahayna waa isaga lahaa faamaa man aamana qofkii ilahay rumeeyey wacamila camala saalixan camal wanaagsan lala yimaado xumaantii wanaag ku bedela fa ulaa'ika yubadilu llahu sayi'aatihim xasanaat ba ilahay tabaaraka wa tacala xumaanahoodina wanaag ba ugu bedela isagana isagoo maarata ilahay tabaaraka wa tacaala uu wanaag ugu bedelay biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxa uu sameeyey wuxuu hayay ayuu soo bixiyey wey intaa keliya maya maya xajkiisii saddexaad ayuu haddana tii hore tubka daran sameeyey saaqa amaamahu alfa shaatin waxaa uu keenay kun ari ah nacam alfashaatin kun ari buu keenay wa araaqa dambaha dhiiggoodii buu weliba daadiyey kullaha dhammaanteed fii mina ku daadiyey wa atcama biluxuumiha fuqaraa almuslimiin hilibkoodiina wuxuu ka dharjiyey uu siiyey muslimiinta fuqaradooda taqaruban ila allahi tabaaraka wa tacaala asagoo ilaahay ugu dhowaanaayo wa intaasoo dhan waxay ku tusaysaa ninkaa wanaaggii iyo maaragtay khayrkii uu ku ballanqaaday uu yidhi xumaantii aan diinta ilahi tabaaraka wa tacala u geystay waxaan ku bedeli doonaa wanaag ilaahayna wuu aqbalay dalika fadlu llahi yuutiihi man yashaa ninkaa naftirkiisa wanaag galaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam abaal buu u galay asaga xitaa nebi maxamed abaal weyn oo aada u wanaagsan buu galay markuu soo islaamay ee islaamnimada uu qaatay dagaalkii waxaa dhacay qaswatu xunayn markuu qaswatu xunayn ninkaa waa cusub yahay nebigu wuxuu weydiistay saala xakiim ibnu xizaam nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiistay min alghanaa'imi ghaniimooyinkii markaa muslimiinta loo soo gacangeliyu nabiga weydiistay calayhi salaatu wasalaam
فأعطاه نبي ولقي نوح له ويس مدينة فأعطاه نبي وأوسيه هذا الحوار كذي بكون صلاة النبي له ويسيب ولو حال النبي قلب وسيه ثم سأله هذا النبي مرة ما وجدت فأعطاه نبي وأوسيه حتى بلغ ما أخذ حتى بلغ ما أخذه مئة بعير حتى بلغ ما أخذه مئة بعير إلا وحو قادني إيه بجارتاري بقولها السي سوء وهي بقولها أبو النبي عليه الصلاة والسلام وقع عنقلي بل وحال إنه شغي وحال لكل مولي هاي قف أنا فخر دمه وكبغين سوء النبي عليه الصلاة والسلام وحب حين يا يمار تكوضا وكان يومئذ مالك يا وقت أنا وحوها حديث العهد أما حديث إسلامه وإسلام النبي سوء عثمين فقال له الرسول مركو مركو النبي عليه الصلاة والسلام وحوها قف ابن آدم كمركو وحوه جسسيه لكن هذا لا تليه أو تليه وحسيه تلد النبي عليه الصلاة والسلام كل تليه وحيه تلا آدم ونكس وحكوه يا حكيم والحكيمه إن هذا المال هنتدا حلوة خطرة آد بيمارت أم عانتاي أو ولبوتاي دي إن مركو مال فرام كودو وتقنص عقار كي مارتي ومارت دلال كان ديوذي يمارت برواق صارو كي مالك وطو النبي عليه الصلاة والسلام وشاقي لكن نبي حرم أهرين كوبا إنو سيه وحاوي رسالة ربي وسلامه عليه فمن أخذه بسخاوة نفس قفك أوقات دمع بضني مايا فمن أخذه بسخاوة نفس قفك أوقات النفتي سلباته قفك أوقات إيا معرت نفتي سقنعني لباتي سقفك أوقات بورك له فيه ولبركيا قفك لبي لباته وحوديستا يومد وديستا ولبركيا ومن أخذه بإشراف نفس أما قفك أوقات الدمع يوحدير هل يدور نمو إيا معرت هنقري بضني قفك أوقاتانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على وحوري لم يبارك له فيه لبركيا بل حقا قادة أول يباهم حقا قادة وكان كالذي يأكل ولا يشبع وهؤلاء من يمدح عريو عنده ساسكود الدليو هذا نعي علاش مرنت وكباهن نبي أنت أروح أقول دري واليد العليا خير من اليد السفلى جعنت سريسو باوحي مارت يمدها سيسو وح خير بدن جعنت سريسو إن شاء الله تعالى إن إنجنيرك وحنقعصنا إن شاء الله تعالى إنجنير عداوة وحنقعصنا مرلو إلى إنه فرنا تلفون هذا سأل ما رتدك كقيب قتان قيبها سؤالها إن شاء الله تعالى إنجنيير عداوة دون مغليو وحنقعصنا إن شاء الله تبارك وتعالى إنه ما رتي تلفون هذا وفره سأل قيب قتان 10 كان آخرني أرضي ده نجوى دينه سؤاله إن شاء الله تبارك وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام وحي يري واليد العليا جعنت سريسو خير وحكا خير بضنت هاي من اليد السفلى جعنت هوسيس فلما سمع مر على مركم مغلي حكيم من حزام هذا الكاس من رسول الله عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام هذا له قال الحور يا رسول الله رسولك إلهي والذي بعثك بالحق إلهك حق وصرا قدرته لا أسأل أحدا بعدك شيئا ملك ما أنت وحي كدن بيور نبي الله عدنا وحوي ديسان ماي قوان عدو قال مربها ذات لقفك وحوقاتا وحبطسي أما قفك من آدنك وحوديستا أما قعنت سرّيسي قعنت هوسيني كالفضل بدنيهين نبي الله ما أنت وحكا دم بيوري إله بكته إنا وحمنك وديس إنا نقفنا حوديسني الله أكبر ولا أخذ شيء ولا أخذ من أحد شيئا حتى أفارق الدنيا بيوري فالوحا وعدك ولم رياه إنا نن قف دم بي وحمنا وديسن إلا أن كان من الجرع قرر اعتماد وبر حكيم من حزام صحابي اللي يرهدو وكذب بيي وكذب بيي دارتاس السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ فوق السلامي ما شاء الله وهو يسو مالي هذا لندن كافو وعيسو شيخ وانت من دكا وادئك رأي نقل عديك إيه نغروف كاغو دان بومعناها سؤاشي عن بوي هرفو دي مهن أنا مدى أولا جيدو إن إنا مبروبلين كو كعيا مدباتو إلا تنفع إدمد أعلمي كو زياد سنوية إلهي ترتيس نو أفو دي عديك أنا سيد إلهي ترتيس أي بو جواب دي أرطا تانس نواميت من دحيك تانو ما شاء الله برقرام كو ودد إلهي خير بوح حقو سيادي وادي دالوسا مرقول الحين فصل وفهمنا جعلنا الله إن شاء الله تعالى إلهي تبارك وتعالى هاكو بركيو هلاكو حفظيو هو صوماليو وليبا مسكح لي الإيمان كده آد وبلاريه هاي
سؤال بعد وتوارنتا لكن ذات كادم بين عليك الحلقة يعني ربعيني وحسي واضحيان أيكم نفسك الرحمن كماهين لكن أنا كرمان تجاوبتهم بأن إلى الرحمن كودين ونقنا هاي سؤال رواه السويدية ورال واحد يبكم جبنا وان ما سنت هاي إلى أن نشوف إلى تمر لبعض أدوك سيعة ديني وجودي وانا كاي قبل على الله تعالينا بارك الله أوفيك بارك الله اللهم آمين إلهك وحبيد ورال إن ولا ليال صحابي اللي يراهدو إن حكيم ابن حزام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا السؤال هو ماذا عقل ماشي ناسو عيس ماذا عقل محمد صلى الله عليه وسلم أخبر مهام جوفت مياه برنامج كان ما لسو عطي برا صحابي هاي النسو اللي يتورك دورار بضانا غراء وكان دورو ولسو عقل حد إلا البنكية ركع لك الحكام مريسي وحوضا يروح ودنوي الستين مكاسا فانتا وركعي سلمان كادم هذا إلي برا صحابي هودان تحت وقق القلي لا نسل على محمد يعني لا نسل وابة الحد خلاصة هذا شهر ويغاسو مقعد أفق خير ويضع قبل أبدا وإيمان يعني يا أكو السيئات اللي حسنات بقعد لها أكو السيئو الستين وعي هاي وعي يعني وانا يدي على هذا الحيدي أم محمد وبرو صباح أرتي أدبا كاقام هذين يا إن هذه الجير وحد كيف قاعدة برامج كان أدقى إمامي فرمضان وقريه هذو جوغو aya ka qayb qaato su'aalaha ka jawaabo in adigu naftirkaagu waad maasan tahay waxaad ku maasan tahay sida aad diintaad wax badan aad uga baratid maanta waad maasan tahay qofka la yiraahdo way maxay yeelay wanaagga qofka markuu ku dhaqaaqo nabi wuxuu leeyahay salaatu wasalaam man la yashkuri an-nasa la yashkuri illah kana ibn aadanka wanaagga gaareen aanan u mahadcelin ee ilaahi tabaaraka wa ta'aala umusan mahadirin ee marka su'aal baan ku diinayaa hal su'aal insha Allah tabaaraka wa ta'aala hadaan la joogays wa ka baxdamiya injineerka wuxuu leeyahay ka baxday oo maxamed aad u maasan tahay aad baan kugu riyaqsanahay hadii jeenay su'aalaha ka qayb qaadat inta aad baan dhameeyay kadibna su'aalihii baan si toos ah u fulinaa insha Allah ta'ala in saxaabiga markaa wacdu wuxuu ku maray inuu san bil aad waxba wajisa waana talo baahay walaalyaal bal nabi wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka tuugsado ay wax wajisto in maalinta qiyaamaha waliba ayuu dhibaato u keenso kororsi u tahay in wajigoodii oo muluqsan la keenay doono iyadu billaah walaalyaal ibn aadanka markaa wuxuu wajisay oo maanta wajisay ود بري وديس ومالك كلا وديس والله العظيم واحد من قاعد تكتهين إنه كل بسنين وديس الله تبارك وتعالى البابيس واسعين مركز إبن آدم ككف تونتيت وإله إسكودي يبتيت وحاول نعم سلام عليكم ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة الله الشيخ سودو ولا الملعب أبي مش أنا سوي عيس أم محمد ويقع وقفوصة أم محمد هذا أم سنت هاي أم محمد سؤال بنكو الدين إن شاء الله تعالى سحابي إنه كهل لني حكيم ابن حزام hadda waxa aan tilmaanay iyo saxaabi la yiraahdo rag dhowra afar nin ah way islaameen in haddii xasidid qodob shan ayuu nabiga soo saaray shan qodob ayuu nabiga soo tiriyay oo yiri shan taa qodob dadka ku sugan fa huwa aamin marka waxaan rabaa laba qodob ama saddex qodob inta taqaanid ha ee wuxuu ahaa waqtigii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka soo galay wuxuu u dhiibay ilaankiisa ama fiyeenkiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabigii ahaa shan qodob wuxuu ku yiri qofkii kabcada agteeda fadhiista isagoo degan wax isloon aamin oo karo dhiga fahuu aamin sax qofkii guriga sufiyaan galaara fahuu aamin nacam qofkii gurigiisa xidhaara fahuu aamin inta ii kaadaba aada u maasata umu maxamed ilaahay carabkaaga iyo maskaxdaada iyo aqoontaada aad diinta ilaahay gaas allah ku barakeeyo waxaan ka codsanayaa dariskaaga xataa gaalada dadka intaa taqaanid gaarsii nabi wuxuu lahaa balliqu canii walow aaya allah ku barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal la soo dhawo magacaaga meesha laga soo wacays walaal waxaa la yihaha maa macaasha waxaan kaa soo wacaya london maa macaasha oo naga soo wacaysa london maa macaasha ma la socotay barnaamijkan baro saxaabi xakiim bin xasaan ha ma sha allah xakiim waad baad marka su-aalaha inaan ku weydiiyo ma isku dayi kartaa bal waxaad hadday duunays waayo misalaha su-aal qabay oo casharka laga weydiinay maya horta casharka aad bixisaan waxaa anigu qabay inaan horta iyo nambaryeeyo sidiina duseeyo sida aad maxayto ugu dagaalaysaan bara asxaabiga aada iyo aada iyo aad baa loogu baahan yahay ummaduna asxaabta ma wada taqaano oo noo kuma naqaano marka insha allah ilaahay idin la maxayto garab galo laayidi ku harunsaara mahad u sugnaatay insha allah ilaahay khayrnaa idin siiyo taas waa middaas midda kale waxaan ka xusiisan adigu su-aasho xakiim bin xusaan
annaga waxa aan maadacnayna sida dhiirigelinta awalaha waxa noo tahay dhiirigelin ama jaadar bay noo tahay inay horo socono ilaahayna hana waafajiyo camalkan ikhlaas aan naga yeelo isla gabadha hadda waxaan weydiiyey uu maxamed shan qodob waxay sheegtay kow qofkii kacbada ag fadhiista inuu fahwo aamin qofkii kacbada nabiga markuu ku soo duulay maka ee gacanta uu ku dhigay shan qodob buu soo saaray wuxuu yidhi qofkii kacbada ag fadhiista hubkiisana iska dhigaa waa aamin oo dili mayno wuxuu kaloo nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi qofkii gurigiisa hoos ka soo xirtaa ee aanan dhibkiisa halkaas la jooga fahwa aamin waa naga badbaadaya wuxuu kaloo nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi qofkii daartii abi sufyaan galaa fahwa aamin marka laba qodob oo kale ku dar haddaad xasuusid haddaadan aqo xasuusida dhib male oon isku day bas maama caisha waa ka xumahay maama caisha waa khadka ka go-ay allah ha barakeeyo waa hooyo wanaagsan xaqiiqatan na dhiirigelisay waan soo dhaweynaynaa dhiirigelintii qaaliga ahayd ee hooyada qaaliga ah ay nagu dhiirigelinaysay ilahayna hanoo badiyo ayada inta la midka ah gebagabadii baan marnaa markaan dhameeya xadiiska sheekada aan waday saxaabiga wuxuu wacad ku maray inuusan bini aadamxbana wadis walaalay horta waxaan ka wadaa weligaa gacantaad ha sarayso assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ha sheekh maama caisha kuusoo noqoto waa weyga go-ay ma fahantay maama dhimale soo dhawow ma fahan su-aashaydii su-aashaadu waa sahfaafa mee saddexda su-aalada xusuusana hadda saddexdaasaan xusuusnaa waana la sheegay maxaa kale waxaan waxaad awal baragaraanka waa inaad waxyaada aad ka sheegtay xakiim bin xisaab aad su-aalaha ku jiraan ma fahan soo diyaarintaas sax insha allah marka aada umaasa waa inta wax maku darlan marka anu saddexdaan sheegnay labaa ka dhiman maku dari kartaa oo ahayd shan qodob bay ahaayeen ha saddex waa la sheegay waa guriga abu sufyaan iyo mataqaanaa maka qofkii galay iyo qofkii gurigiisa xirta ha saddex labaa ka dhiman labadii ma noo sheegi kartaa wallahi labadii hadda waaban aqiin laakiin hadda waad ileebi kartaa bil aadan baata bashar mar badan xasuusta magaca annaga waa insaan sax wa marka waa ileebi kartaa hooy allah ku barakey waxaan mudan xakiim bin xisaab waxa aad ka sheegtay aad leedahay su-aalahu hadla wala su-aalta igu celi maku hadalka igu celi ari xakiim bin xisaan sida qofkii la socday waxyaalihii aan ka sheegay ma taqaanaa in su-aalo ku saabsan ayaan u haystay ma fahantay ha de haddaba waa su-aalihii waxaan u malanaya dib baan naga soo tv ga kala soo qabsatay ha dib baan kala soo qabsatay dib baan kala soo aadoma isku day insha allah next time marka markuu bilowdo la bilow waxaan soo galnaa lixda u k time yurubta kale u tahay toddobada ayaan soo galnaa maalin walba axada marka isku day inaad hadda kadib maas waqtiga programka soo gelayo inaad si gaara ula socotay adoo maas tahay maadsani saxaabigan jaliilka marka wacad wuxuu ku maray walaal inuu wax weydisan waana tan loo baahan yahay qofka inuu waxbana bil aadanka weydisan is-al waxaa weydisay alladii laa yuqliq abwaabuh allah albaabadii la xiraynin ee weliba kugu farxayo ilaahu asaga lahaa waidaa sa'alaka cibaadii canii fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacan ilaahu kuu dhow yahay asalaamu calaykum waraxmatullah calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaat soo dhawow magacaadi meesha naga soo waaysid sheekh madaxtiro ku salaamaya waxaan kaasoo waxa waa bristol waxaana mahadan baa la yidhaahdaa marka waa degdegaystaa axad way baaftee laakiin waa degdegaystaa allah ku barakeeyo misaaska xasanaadka allah kuugu daro khayrkaa meelay fadhi kudunid iyo meelay taagan adiguna lifetag goortaa khayr caruurtaada iyo uga timi reerkaada ilahay waxaan kaaga darayaa xasanaadka in ilahay kuugu daro ilaahu aamiin hooyo allah ku barakey adiguna ilahay tabaaraka watacaala ha ku dhowro marka waxaan shantii marka su-aaleed aad weydiisay gabadha rasuulka calayhi salaatu wasalaam saddexdii qudhaydi waan xasuusnaa ilaay sheegtay si fiican baan u xasuusnaa laakiin midna shakiba igaga jira mid kale waa ku dari laakiin igu horreysay tawxiidka qofkii qaata waa naga aami nacam waa saxday ishaad ka riday waad ku baastay buuntigaas waa ku nankaabay ahayd ba iyada ta ugu horreysay baaba ahaydaad sheegtay waaxid bay ahayd ta ugu dambaysa xakiim bay ahayd tashalaad bay ahayd qofkii xakiim gala amada uu qabto ma garanayo way yaro dhaaftay laakiin xakiim bay taasina ku saabsanay tashalaadyo allah ku barakeeyo waa saa u sheegtay labadu waa sax wey midda koowaad waxay ahayd qofkii tawxiidka ku dhawaaqaa inuu aamin yahay iyo qofkii galaa gurigii xakiim guriga xakiim waka shanta waaasaa shakiigaga jira adigoo si toosa noola socdo tv ga inaad maalin walba waxaada nagala socotid annakaba kaama maadcelinayna ayo hooyo maa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 
توحيد كان قبصناه وحنا قد قلنا. هو يا دمانت إلى خلاص إنه هو العمل كان قبل إنه.
mid laga faa'iido laga intifaac allah ka yeelo nafarkan maaratay khayrka wada allah badiyo insha allah saasadaasun bayn iska maqalaa badin ilahay karin aakhirana waraad bayn isku arkay adduunkana waraad bayn isku arkay insha allah aakhira fuu jarada kulmalaha naga yeel dhammaantoodmaamaamin marka balantaas waana walaal ilaahay tabaaraka watacala wuxuu kule waxa weydiiso bila aadanka meesha su-aashaada ka cararaayo ilaahay wuxuu ku leeyahay iweydiiso bal nabiga alla waxa ku taa fa inii ilah wata ule waa u dhowah waxay dhaheen saxaabada nebi allow ilaaha aan barayno ma koran u qaadna oo hana maqle mise hoos ma u dhignaayo ilaah si walbood u barid walaa ku maqlaya luuqad walbood ku baridid lanna isaga min ayaati an khalaqa lakum min anfusikum ma min ayaati an inuu sameeyo ikhtilaafa alsinatikum wa alwaanikum luuqadiina kala duwan kalarkiina kala duwan wa min ayaati ba kamid taha wey marka ilaahay inuu barino aan barino bal ilaahay markaa baridid ilaahay wallaahi uma wallaahi markaad ilaahay baridid ood baridid oo baridid ina allaha xayiyun ilaahay waa xishood badane koolkaa igu jira insha allah ilaahay waa xishood badane wuxuu ka xishoodaa addoonkiisa markuu labada gacmood usoo hoorsado ee weliba uu mas'alo khayri uu weydiisanayo ilaah tabaaraka wa tacaala wuu ka aqbalaa wuu ka xishooda inuu ku socdo gacmihii oo maran ibnu aadan miyaa marka baran walaa ilahay aan barino oo weliba markaa salaada tukanno oo weliba ilaahay tabaaraka wa tacaala markaa baraysa adaab baa saddex adaab saddex adaab baan tilmaamaya kow inaad isku daydid inaad qiblada qaabishid haddaa awoodid maaha waajib maaha waxaa mustaxaba inaad qiblada qaabishid labo ilaahay ammaan ilaahay ammaan xataa ku ammaantaa suuratu lfaatixa iska akhri alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowmi ddiin iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin ilaahay ammaan oo ilahay cirkiga samaystay dhowka samaystay marka ilaahay ammaantid adduunkaaga aakhara rabbi weydiiso nabigana ku salli calayhi salaatu wasalaam biidni illahi tabaaraka wa tacala ilahay uu ka aqbalay asalaamu calaykum waraxmatullah alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalo soo dhawo magacaaga meeshaa naga soo wacaysid sheekh magacaygu waa aadan cabdillaahi waxaan kaa soo wacayaa dalka jarmalka aadan cabdillaahi oo jarmalka naga soo wacayo waa ku faraxsannaha inaad aan ka talownay london iyo aan jarmalka u dhaqaaqnay laba su-aalood baan doonay lahaa inaad noo faa'idaysaniyo waa labadaa su-aalood midina barnaamijka ku saabsan tahay midina kole barnaamijka way ka baxsan tahay laakiin inaad iga jaal saartaaba doonaya walaalo horta waxaan codsanaynaa barnaamijka wixii qusay waa ka jawaabaynaa mawduuca aan maanta u fadhino waa kaa jaal bixinaynaa wixii u baahan fataawada marmarka aan fataawada laga hadlay aa mawduucda ay furan yihin lakiin wixii su-aalaha qusay barnaamijka kusoo dhawow barnaamijka waxaa qusay walaal su-aal aad imika ka jawaabaysay waxaana qof bilaasho in badan yurub ku ahaa joogay markaa kolow qodobo lakan aga la dhahdaan dee ku xidhanayo qaadanaa ma garanaysaa lakiin su-aashaas lakiin way ka baxsan tahay mawduuca aniga hadda cayar kama hadlaynin adoo maadsan way maya su-aashu mawduucan waa imikaad ka hadlaysa qofka baryada badan baad dhamee dhamee sorry igara lo adoo maadsanmarka waxa aanu ku shaqaysanay mid waxa filashar ay wad garanaysaa dadka baryada badan miyaana lagu tilmaami karin ama aanaa noqon karin haddii kusoo isku day inaad ila socoto tvga iska daa tvga iska bakti isku day inaad ila socoto walaalow waxa walaal waa kula soconayaa waan iska gaaday tvgna markaa waxaan doonayaa ku jira dadka qaabkaa dee aad sheegtay baryada badana maadaama qofka in badan ku soo jira nolosha noocaasa maadaama bilaa sharci yahay maxay soo baxaysa good question horta mawduucda way saameynaysaa mana saameynayso lakiin xadiiska hadda aan sheegaa ku sheegayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam walyadu lculya gacanta sarayso ayaa khayrun ka khayr badan min alyadi sufla gacanta hooseyso gacanta sarayso iyo gacanta hooseyso waxaa khayr badan midii sarayso lakiin adigoo ku cudurdaanay waxaa tiri sharcina malihi waxaa lagu siiyo waxaa su-aashay ka weyn ka horeyso waxaan aan qaadanayn horta manooxaal nacam waxaan dawladda ku siiso mas-uuliyadi kaa tahay way ku bannaan tahay laakiin waxaa khayr badan qofka hadduu shaqaysan karo uu kar maarmo ibni aadan ama ha noqdo gaal ama ha noqdo xataa muslim ama ha noqdo xataa soomaali ama ha noqdo walaalkaa kula dhashay inaad bil aadan intaad ka leexleexan kartid ka leexleexatay bay diinteenu faraysaa allah ku barakeeyo aadan waxaan umalaynaya si fiican buu noola socday bil aadanka inaan ka maaranaan caawa isku baraarujinaynaa ibni aadanka ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu leh addoonkayga ha i baryo waana ka ajiibayaa waxaan rabaa inaan tusaale cad ku siiyo waqtiyada xitaa ducada la aqbalo waxaa ka mid ah habeenkii qaybaha dambe dadku markay jiifaan oo qof walba ustaha uu ku dhex jiro ama iska jiifo soo kac ilahay baa imaanaya samaau dunya wuxuu leeyay wahal min saa'ilin war ma idinku jiraa mid wax weydiisanay wax siiyo ilaah baan kugu dhaari ka war ilaahay ku khalqay alladii khalaqak fasawaak facadalak
في اي صوره ما شاء ركبك الهي قروحدان اي قيمهن كسي عدكان اد كو حدلس كوغو ديقي اي خد كوليتو سما الدنيا كيفيدو كو يمان اسا غرانيه او كيرا ورما ايدو كو جيرا ميد دن اي هيبله اما دن اي حاجه له اون كا اجيبو سو ويسيسو ددكي او جيفو إله قعمه وهرسه إله كعلاء إله أمان إله سبحانه وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى هذا المعاصي إله وديسنا يوحن أو وح رزق عن وحلال يهاي وين نبي حصوم مرة إنك هذا نين قعمه كرو تاجي أو أسبابه اللي هو أجيب يي دعائنا أو كوس في سنه هاي لكن حوها وح حري هاي حرام بهاين ما أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وح عني وحرام وح عبه وحرام وح حري وحرام هذا إله وبريه إله بقف كاسوكل مركو عن كودا أدو رزق عن حلاها نقضه وح مع سيد الله كبرين بإذن الله تبارك وتعالى دعاء ولا جاجي بالله بانكو جب شرنيه هدي الدعاء مركا لا جاجي وفلله الحمد هدي لا جاجي ويكون على علم والله ما أنت مالين أتك خير بدن تاي أي ربي تبارك وتعالى كوفرنيا كورا دا إله ما أنت ودي سيد إله خو حيسي وحيسي ولا جاجي عليه بكورة جاري أدو كل قدومي لك ولا قلمي لها برايك هو سعد أما لقوك كيدي مال أنت قيامه ولا كرب حصري إلهي كل الدعاء هذا وادي بردي ما أنت كسيه مركا مر والبابا إن دعاء هذا إلهي أبري أو أبدي أو أبدي أو أبدي تصارع عنهم كسينيا إن ما أنت وحكوي مت قولي عليه قف بكوي مت تلفون هذا عطاني إن 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 كل كان كذي كأودن بيه ما يحرم الموضوع يقدر ما يه السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته والله يمكن كل هذه شيء وندو واحد كوا هذه سهل سهل ها een gabar baan ka maqnaayay aruur baan ka maqnaa 10 sanadood waagart wax sharci ah 10 sanadood aan qaatinay shiri waagart een misarifto iyo wixii la igu soo isoo dhiibo waan u soo diraa waata hay ka qabta diinta sam masarifto ma u dirtaa haa inta uu dira masarifto walaal horta waxaan ka codsanayaa xafi aan qofku wax u codsado in laga yeelo المواضيع إذا هذا موضوع وبراء سحابي وأنت بدك هلا علماء الكودو مجانا كل يمشوا علم عالم بيجوا علماء الكودو فنن ودك وبندك ويكوش الرحيان إن شاء الله تعالى هذا دوبان سخ خاص رئيس سوى أو مكان تلفق عن جرنا نصوى إن شاء الله هذا هو ماستك إن أصل لابت برنامج كي يقول عليال إن الله يديم بركة يو إن دعاء تسلم كسينيا قبة كويم مالن كوين وكوش حاله كوهير وحسي وحسي بكوير markaas waxa tahay waa wax ma xogga wad caga jiidi uu ka tagay habeenkii labada habeen oo guriga soo gargaray kaw kaw adoo la jiif markaad ka furtay labada habeen ama sideeda si qoro u taqaano oo darta ninkii oo banaanka tar maxaa kugu dhacay adigoo hurdo hurdo ka soo kacay walaalo maanta waxaan guulaystay 10 shilin carruurta iga maartay baahane 10 isii ilaahay baan kugu dhaari adiga idaawana waa adiga idaawana cid kale ma adaan kula hadlaya qofkaas haduu maanta labada habeen ama saddexda habeen baa kugu soo garaacay أدينا العق جري على كوكتها مسينيس أم مسينيس ورب الكعبة الذي خلق السماء بغير عمد ترونها واحد وسينيس ما واحد أقدر يسا إله من كود أري كود الذي خلق إله كو أبوري مركز ما أنت دور بحوجس وهذا له بيك وسوك عدي ميك وقدنا يا بشر بكون حريستي ما إلهي الرحيم كأو كوب لو نمالو المحل أنا بسم الله الرحمن الرحيم إلهي جن حمد الجود إمد الجار نحريستان أنا إلهي أسكومك عابينو يا الرحمن يا الرحيم ميك وقدنا يا وامي يقين بلوبه يا مركز قلبك إن إله كرسونته أو حتى وحي الدعاء الدب أقول عليه إن الحمد لله بلاه لحجابية إله إنه برنا ولا ليه سحابي كان جليلك أه وقت النبي عليه الصلاة والسلام وحوق أنكو قاري إنه بالآدم برين إله يسكو بهم بجنيه إله على علو إله تبارك وتعالى حوديسته بلن بنكو قاري يو قرار إن وقت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حالي إن حاجة مسلمين تحل بيت المال ما له لقب حي مسلمين العقل قصي فأبى أن يأخذ إلا عقد كقاطع ولبا حق بولها سمع أنت عيرت لو قاطع كله مسلمين تجاوان هذا العجهم بحيرة عيرت إمارة العجهم رن وحكسوا جوريان مسلمين أو وقت جي دين تنا دين إن أبو بكر الصديق لقصوا بالعبو وحاجر البيت يا بيت المال والزكوات كل وصى أروريه أو ضدك أنا شقيين ضدك مع تبرت درن لو لسيه قالوا إن عكلوا استعمارنا لعجي عن شور تكسو قادان إيه ضدك مع تجنع صدق كعليان أو إذا مع تعيرت مركز سلام كأجور ريم مركز العقد حق أولها هذا لسيه oo warqad lagu qoray waxa lacagtaas leedah ma yuu anuu balan ma nabiga la galay inaan bilaa aadan wax gacantisa ku dira waydiisanin oo iska tagay shil kama qaadan bal waqtiga umar laba sano iyo xoogaa buu talinayay abu bakr sadiq shil kama soo qaadan umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anuu wuxuu talin 10 sano iyo 6 bilood 10 kii sano uu talinayay intuu asaga noolaa
عمر بقى حيره نو لعقت أن ولا دواتنا يقادو وروح حيره بلما انقلاني ننقول كيسة يفعل كيسة إسرع سيها راح بلنت انقل حتى إنا ابن آدم حمله وديسن أما الزكاة على صار وريو أما عيدها لو وديستو إنا ابن آدم قعنت يظهر سنة بلنكو قري نبي أنا كلب بلما إيه بلنت أصلا كل منايا عمر أنت هو أمين هو عمر بن الخطاب حير أشهدكم أنتم مسلمين تسكوا يا ري أي حير أشهدكم يا معشر المسلمين وحين إذن مرقات قشان يا مسلمين تو إلى الحكيم بن حزام هنتد ونقولها إن أنا معركتي حكيم نعم حكيم بن حزام هنتد ونقولها إن أصوب بندقي ويجدي لي مرقات كان وقتين قيامها اللي ودينن وإله سبحانه وتعالى وصن يوقف صن ما هذا حكيم حقي ثم رد تيس إله ولي بأسوأك هو أعلم بهم حكيم بن حزام ولا ليال وظل حكيم كذلك لم يأخذ من أحد شيئا حتى فارق الحياة حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحو أدون كان كدقاقي ونفط كبحضي أصغن أن ولقي لقصوا بالله وقت النبي أنتو قيل وديستي قيل فربضنا بقول أن قعنت اللوغلي إنو سنقف بلا آذان قعنت سأهو صن وانا تنو قلبها هيا ولا ريال تاريخ دي قرح بالنيد آدي أدو قيمها بالنيد السحابي جليل كها حكيم ابن حزام انت أسان ولا الكو أكتهي معنى هدو نماء إن تاريخ دونا كشكي لكن واطوش كو إفين ما السحابي والبون كهالله وحيان كوضا إن إفي حوغا دروسنا كقادنا إن إله تبارك وتعالى هايدن بركي وحان سوق أهرني قبا قبادي إيه قرانتك إيه برامج كيني براء السحابي إن وحان هل كان كو بدأ مني إن هدونا مغلي إنجنيرك إنجنير عداوي هدي وماركاس كيلبكي هوري injirna cadaw waxaan ka cusan insha Allah do clipki wali si baaqi yahay inuu u saaro hadii kale insha Allah taala clipkaas oo dadka naga cusana si gooni ayaan maartay oo ugu soo direyna bi ilaahay tabaaraka wa taala en waxaan walaal idin sheegaya en barnaamijka la bar saaxad u jeedaan kale na maxay tahay dhor jeerna waa sheegay wallahi ilaahay iga sareen ku dhaartay qiyaamahan walay weydiin insha Allah taala waxa iga go'an inaan jiilka soo kacayo iyo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo dadka aan waxba kala socon taariikh nololeedkii saxaabada iyo nabigeena Muhammad Cali sallallahu alayhi wasallam ina u bidhaamino intaan ka naqaan hadafkuna uu yahay inaan sheekh xariir naga ahayn ay tahay maxaynu kala baxayna sida hadda saxaabigan ka hadlay wuxuu aha qof aanan bilaadiga inaad maanta go'aan ku gaartid inaad ka maarantid bin aadan inaad gacanta hor wa qodob inaad qof ibn aadan aad salaaha weeyaan inaad qofka ibn aadan ka hadaa ka gacan sareys inaad ku takrifalin oo ku tala tagin nabiga magaalo ku soo duulay markuu qabsaday dadkiiba wuxuu leeyahay wali Abi Sufyaan oo gaala ninkii gaalkaas gurigiisa gala waa aamin maadaama oday ama ugaas ama garaad dadku qiimeeyay yahay saas uu iga aman helaya Xakiim ibn Xazam qofkii gurigiisa gala waa iga aman helaya qofkii Kacbada hubkiisa keenay oo soo dhiga uu iga aman helaya ujeedku islaamka ma aha mid qoortad ka jar mid dadka qalqala ma aha mid dadka qarxiyana ma aha maanta islaamka waa lagu ciyaar war nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam asoo ciidan diray oo abaan duli ciidanka sargaalka ugu sareeya ciidanka wuxuu ku leeyahay Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam la in yahdi Allahu bika rajulan wahid ilaah tabaaraka wa ta'ala inuu hal nin kugu soo aruuriyo ayaa geela midkiisa caas caas kaaga wanaagsan hadafku islaamka ma aha dagaal islaamku waa nabad diinu salaam diin macaan oo akhlaaq leh oo mucaasharaad iyo mucaamalaad iyo akhlaaq haddaan maanta akhlaaq wanaagsan islaamka la iimaan lahayn gaaladan maanta nagu xeendaaban ee ma aragtay nagu agnool waxa uu islaamku ii qaadan lahayn waxa idin kaga tagay hal su'aal oo adinkana aan ilaa iswaydiya ana aan rabaa inaan jawaabteeda raadiyo ilaa baan kugu dhahay dhowr jeerna waa sheegay meelo badan baan ka sheegay ingiriiska ayaan ka soo qaaday tusaale ama yurubta kaleba hadday dhahaan ka waran gaaladii maanta aan la nooleen markii qiyaamaha la tago hadday dhahaan ka waran ilaahayow soomaali oo qaxooti aan noo timid soomaali oo qaxooti baa noo timid oo cararayaan oo leh dalkii baan ka soo qaxnay been iyo ruux waxay noo sheegaan ma rabbiyow waxaan siinay sharciigan wadanka walaaqihii baan gacanta u gelinay baasamboorradii baan gacanta u gelinay waxaan niri nala noolaada xuquuqda aan wadan ku leenahay nala qaata hadaa shaqarabtaana shaqaysta bal waxaan insiinana cayir hadaadan shaqaysan kano dhismaartaatiin hadday su'aashaana wadi waa gabagabadii marinaay hadday su'aashaan ilaahu ilaahu waxay nooga baahnaayeen adduunyo gacanta u gelinay laakiin ilaahayow islaam baad ugu deeqday diin baad siisay weligeen daris baan lahayn intuu soo gala xarunta consulka intuu soo gala ma dhihin war waxaad waana soo dhaweyseen waad ku mahadsantihiin laakiin annaguna diin baan haynaa bal ina dhacdaaba laga yaabaa dadkiina soo dhaweeyey dadkii wanaagana sameeyey ee aan inaantaan diin u gudbin lahayn inaan qaarkood qarxino oo qaarkood baabuur ku layno oo qaarkood aan xumaan ugu dhaqaaqno su'aashaas قيامه جرت هدان هذا اللي ما ارتلقى تاو شيء سنين وجزاكم الله خير الجزاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.